بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدي ببدء نشكرك على هذه الاستضافة بالمناسبة تاع حلول شهر رمضان الكريم. يعني نتمنى إن شاء الله لكل الشعب الجزائري يعني عامة وسكان بلدي تاع عنطايا خاصة، نتمنى لهم إن شاء الله يصوموا صوموا بالهنا إن شاء الله، ربي يتقبل منا إن شاء الله ومنكم الصلاة والصيام والقيام والإحسان. هذا هو يعني هذا رمضان، يعني الشهر اللي الله سبحانه وتعالى يعني يكتب على المسلمين من أجل باش كامتحان للصبر، للصبر وكذلك للتقوى، باش تزيدوا الطاعة وزيدوا التقوى، ويكون فيه شهر تاع الإحسان. هذو مثل يعني المحاور اللي يعني الشهر رمضان واش كيفاش نشوفوا إن شاء الله. يعني واش نقول؟ نقول باللي الإنسان اللي ما انتهش الفرصة في شهر رمضان وما اداش الحسنات في شهر رمضان يعتبر يعني خاسر، هذه يعتبر خاسر، لأنه شهر رمضان كما جرت العادة اللي موش شهر تاع الأكل والشرب والإكثار في يعني والجري في الأسواق ونجيب الأكل من كل أنواع وكذا، وإن كان يعني هذا جزء منه، لكن شهر رمضان يعني هو شهر العبادة، شهر العبادة وشهر تراحم، شهر وين فيه الغني والفقير متساويين في الطعام، متساويين في الجوع والعطش، متساويين في العبادة، متساويين في كلش. وهذه فرصة لأن الناس اللي يكون لاباس به يعني في شهر رمضان يولي يخمم في اللي مش لاباس به، هذه يعني باش يكون التكافل الاجتماعي ويكون فيه التعاون وتكون فيه الرحمة. وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، رب صائم لا ينال من الصوم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا الجوع والعطش. كاين الناس اللي تصوم في رمضان الجوع والعطش، هذا باش يدي منه، وواحد آخرين يدو الزاد اللي لازم ياخذه الإنسان. الدين تاعنا والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا باللي شهر رمضان مقسم على ثلاثة، أوله مغفرة وأوسطه رحمة وآخره عتق من النار. يعني العتق من النار معنى الله سبحانه وتعالى الله يكتب لنا إن شاء الله من عتاقها إن شاء الله. يعني العشر الأواخر ربي سبحانه يعتق ناس من نار جهنم ويكتبهم إن شاء الله في الجنة. يعني الشقي اللي ما سفاش من رمضان، هذا واش نقول؟ هذه الوصية تاعي. يعني إنسان يكثر في الطاعة ويكثر في الاستغفار ويكثر من العبادات وشهر القرآن الكريم، يعني إنسان ينتهز الفرصة قدر المستطاع، وشهر الصدقة كذلك، وشهر الصدقة ما يطلبش مني لازم يكون عندي بزاف دراهم باش نصدق. يعني من 100,000 اللي تكون عندي مد 20,000 ولا أقل من ذلك، حتى باش الانسان يستشعر باللي راهو يدير في هذاك، ربي راح يخلف لك منه ويحس باللي راهو يعبد الله سبحانه وتعالى. هذه هي البر في هذا الشهر، البر الوالدين، والاهم والمهم انه في بعض الاحيان كي نجيو نشوفوا الناس كيفاش اخر قبل ما المغرب الناس تخرج والسرع هذاك والطوموبيلات والغاشي يضربوا وكذا وكذا، يعني المفروض في هذا الشهر الانسان يكثر في الحسنات، ما يديرش في السيئات، ينقص من السيئات ويسمح كما قال ربنا النبي صلى الله عليه وسلم، كي فاذا سابك احد فيقول اللهم اني صائم وربي يكتب لك الاجر ان شاء الله وربي يوفقنا واياكم ان شاء الله، ونقول لكم صحه رمضانكم وتصوموا بصحه ولهنا ان شاء الله وربي يتقبل منكم الصيام والقيام ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وعليكم السلام ان شاء الله.